والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال نتعرف عليها من خلال ليلى عمر. إليك ليلى. شكرا ريهام ودينا، وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انتشار سبائك ذهب مزيفة بالأسواق، مشددا على أن جميع سبائك الذهب المتداولة معتمدة ومدموغة من مصلحة الدمغة والموازين، ويتم منح مشتريها فواتير موثقة. وأشار المركز إلى شن حملات رقابة وتفتيش دورية من قبل المصلحة على جميع محال بيع المصوغات والمشغولات الذهبية للتأكد من عيارات المشغولات والسبائك الذهبية. أعلنت وزارة الزراعة الإفراج عن 135 ألف طن من الأعلاف، الذرة وفول الصويا بقيمة 91 مليون دولار. بذلك يكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 من أكتوبر الماضي وحتى 25 من يناير الحالي 2.29 مليون طن بإجمالي مبلغ 1.154 مليار دولار. وفي سوق المال، تجاوز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 1.1 تريليون جنيه لأول مرة في تاريخه، مدعوما بنشاط قوي للأسهم الكبرى القيادية في قطاعات البنوك. وربح رأس المال السوقي 30 مليار جنيه ليغلق عند 1.112 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 3.69% ليغلق عند مستوى 17411 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 91% ليغلق عند مستوى 3059 نقطة. كما ارتفع مؤشر EGX 100 بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 4601 نقطة. أغلقت بورصات الأسهم الرئيسية في الخليج على ارتفاع وسط توقعات بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة. وصعد المؤشر القياسي السعودي بنسبة 2% مدعوما بمكاسب في أسهم قطاعي الطاقة والمال. كما صعد مؤشر بورصة قطر بنسبة 4%، وكانت معظم الأسهم المكونة له في المنطقة الإيجابية. كذلك ارتفع المؤشر البحريني بنسبة 1%، والعماني 2%، والكويتي 4%. ختام وقفتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لريهام ودينا. إليكم من جديد. شكرا لك ليلى.